هل يتعوذ من الشيطان عندما يتثاءب الإنسان سواء كان متعبا أو قبل النوم؟ والآية تقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم، التثاؤب من الشيطان كما في الحديث، وعلى المسلم أن يكظمه ما استطاع، فإذا لم يستطع فإنه يضع يده على فمه ولا يفتح فمه بالتثاؤب، هذا من آداب التثاؤب، ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا ما ورد أنه يقال عند التثاؤب، ما ورد هذا. وأما قوله وإما ينزغنك من الشيطان فنزغ فاستعذ بالله، المراد به الغضب، هذا عند الغضب، عندما يغضب الإنسان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يذهب عنه الغضب. نعم.